عما يتحدث الكاتب في النص؟ فكروا جيدا. نعم، أكيد أنه يتحدث عن أشجار البلوط وفوائدها. جيد. والآن قبل أن نشرع في تقديم الدرس، لابد أن نستمع له مرة أخرى. ركزوا في الاستماع. جيد، ركزوا حتى تتمكنوا من استيعاب النص استيعابا جيدا. لقد سبق لكم في الحصة الفارطة أن استخرجتم بعض المفردات الصعبة. لا شك أنكم توصلتم إلى شرحها من قبيل كلمة القرمزي تعني أحمر قان. جيد. وكلمة المورد الأول معناها المصدر الأول. جيد. وكلمة تقلصت مساحتها بمعنى تراجعت مساحتها. أيضا كلمة تدهور تعني انخفاض وتقهقر. كلمة الكلأ معناها عشب تتغذى به الحيوانات. وأخيرا كلمة الجهاز الرئوي تعني الجهاز التنفسي. أحسنتم أعزائي. ننتقل الآن إلى فهم النص من خلال إجاباتكم عن الأسئلة الآتية. سؤالي: أين توجد أشجار البلوط؟ نعم، أوقفوا الفيديو وفكروا جيدا. جيد، توجد أشجار البلوط في غابات المغرب. ممتاز. السؤال الثاني: ماذا تعرف عن غابة المعمورة؟ ممتاز، هي أهم الغابات في العالم. مساحتها تقدر بحوالي 130 ألف هكتار. جيد. ما هي أنواع أشجار البلوط المذكورة في النص؟ نعم، أنواع الأشجار البلوط المذكورة في النص هي كالتالي: البلوط الأخضر، البلوط القرمزي، البلوط الفليني. ممتاز. وأخيرا، ما فوائد هذه الشجرة؟ نعم، فوائدها كثيرة لا تعد ولا تحصى. مثلا ثمارها لذيذة. أيضا تعطينا شجرة البلوط الخشب والورق وهي غذاء للماشية. أشجعكم أعزائي، أجوبتكم ممتازة. إذن ننتقل سويا للعمل على استراتيجية الفهم وإغناء الرصيد المعرفي من خلال خريطة الكلمة. كلمة تقلص مثلا، أهي فعل أم حرف أم اسم؟ جيد، نوعها فعل. ممتاز. ما مرادفها؟ نعم، مرادفها تعني تجمع وذاق. ما ضدها؟ نعم، ممتاز، ضدها اتسع وتمدد. ممتاز. تركيبها في السياق: لنركبها في جملة. نعم، أحسنتم. مثلا: تقلصت مساحات الغابة بسبب البنايات. هذا رائع. والآن هيا بنا جميعا إلى رسم خريطتنا الذهنية أو المعرفية حول الدرس. شجرة البلوط
ماذا تعني لنا هذه الشجرة؟ نعم، هي توجد بمعظم غابات المغرب. أيضاً فوائدها كثيرة. نعم، كذلك أنواعها ثلاثة: البلوط الأخضر، والبلوط الفليني، والبلوط القرمزي. كذلك هي توفر أجواء مناخية وبيولوجية متنوعة. ممتاز. وأخيرا، شجرة البلوط منتشرة في غابات العالم. جيد، أكيد أعزائي أنكم توفقتم في استخراج مغزى النص. فكروا. أحسنتم. لنستفيد من شجرة البلوط يجب علينا حمايتها من الرعاة والحرائق والحطابين. ممتاز. وأخيرا أعزائي عزيزاتي، ننتقل جميعا إلى تمحص توقعاتنا ونتأكد من صحتها. إذن تتبعوا معي. أشجار الصنوبر الباسقة، هذا توقع خطأ. نعم، أشجارها مثمرة، توقع صحيح. ممتاز. أشجار البلوط الكثيفة، أيضا توقع صحيح. الفعل المعتل ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة. أحسنتم، جيد. وما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الألف والواو والياء، ويمكن أن نسميها واي. جيد، أحسنتم. وما هي أقسام الفعل المعتل؟ أقسام الفعل المعتل خمسة: المثال مثل، وزن وعد، الأجوف مثل نام قام، الناقص مثل رجا رعى، اللفيف المفروق مثل وعى وقى، واللفيف المقرون مثل كوى روى. والآن ننتقل إلى التطبيق. السؤال: أملأ الجدول مما يأتي. الأفعال: سد، صاح، وقى، أوى، ملأ، بكى، في، وزن، نوى، أدن، قف، يقول. والجدول أمامنا مؤلف من خمسة أنواع من الفعل المعتل، وهي معتل مثال، معتل أجوف، معتل ناقص، لفيف مفروق، ولفيف مقرون. المرجو أعزائي أخذ فرصة للتفكير والإجابة على كراساتكم. نعود الآن لنتحقق من أجوبتكم. أحسنتم، جيد. لقد أدرجتم الفعل وزن والفعل قف ضمن المعتل المثال. جيد، فوزن يبتدئ بحرف علة، وقف أصلها وقف، وهي أيضا أولها حرف علة. وأدرجتم صاح ويقول ضمن المعتل الأجوف، وهذا صحيح لأن في وسط كل من صاح وقال حرف علة. ووضعتم بكى وأدن في خانة المعتل الناقص، وهذا جيد لأن بكى ودنا ينتهيان بحرف علة، كما أدرجتم فعل وقى وفعل في خانة اللفيف المفروق، وهذا أيضا صحيح لأن وقى ووفى فعلان أولهما وآخرهما حرف علة. وأدرجتم أوى ونوى
ضمن اللفيف المقرون، وهما ينتهيان بحرفي علة مقترنين. أحسنتم. لاحظوا معي الآن إلى الفعلين سد وملأ، لماذا لم تدرجوهما في الجدول؟ ممتاز، لأنهما فعلان صحيحان لا يتضمنان حروف العلة. هيا بنا إلى التطبيق الثاني. المطلوب منا هنا أن نتم الجملة بأفعال معتلة مناسبة. الفعل المعتل: الزائر مراكش. فعل معتل: الراوي حكاية. فعل معتل: الزرع. خذوا فرصتكم للإجابة. ممتاز، جيد. زار الزائر مراكش، أو جال الزائر مراكش. روى الراوي حكاية، أو حكى الراوي حكاية. نمى الزرع، أو لوى الزرع. قد تكون هناك أفعال أخرى، المهم أن تكون معتلة. ما رأيكم أعزائي عزيزاتي أن نقوم بتطبيق ترفيهي؟ المطلوب منكم هنا أن تتموا الشبكة التالية بحروف لنحصل على أفعال معتلة، ثم تبينوا نوعها. خذوا برهة للتفكير. عمل رائع. الفعل الأول هو وعى، ونوعه لفيف مفروق. الفعل الثاني صاح، وهو أجوف. الفعل الثالث لام، وهو أيضا فعل أجوف. الفعل وصل، وهو فعل مثال. أحسنتم. ما رأيكم أن نتذكر ما رأيناه في الحصة الأولى؟ حسناً، لنبدأ. لاحظوا معي هذه الصورة. أي نوع من الصناعة تمثل؟ جيد، تمثل هذه الصورة صناعة تقليدية. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. أي نوع من الصناعة تمثل؟ ممتاز، تمثل الصورة الثانية صناعة عصرية. رأينا فيما سبق عزيزي المتعلم أن المشهد الصناعي في المدينة نوعان، ما هما؟ أحسنتم، هناك مشهد تقليدي ومشهد عصري. إذن المشهد الصناعي في المغرب نوعان، تقليدي وعصري. والآن بماذا تتميز الصناعة التقليدية؟ جيد، تتميز الصناعة التقليدية باستعمال أدوات يدوية بسيطة وبإنتاج محدود، وتمارس هذه الصناعة في فضاء صغير. نمر الآن إلى الصناعة العصرية. بماذا تتميز؟ رائع أيها الأبطال، تتميز الصناعة العصرية باستعمال آلات عصرية تعطي إنتاجاً كبيراً وتمارس في فضاء واسع. الآن تعالوا أعزائي الصغار نقرأ الملخص معاً. المشهد الصناعي في المدينة المغربية نوعان: أولاً صناعة تقليدية تتميز باستعمال أدوات يدوية بسيطة وبإنتاج محدود، وتمارس هذه الصناعة في فضاء صغير غير منظم. ثانياً صناعة عصرية تعتمد على استعمال آلات عصرية ذات إنتاج كبير، وتمارس هذه الصناعة في فضاء واسع.
يمكنكم إيقاف الفيديو وكتابة الملخص على دفاتركم. والآن أعزائي التلاميذ، لاحظوا الصور الآتية. صنفوا المنتوجات الصناعية التالية حسب الجدول الآتي: منتوجات صناعية تقليدية، منتوجات صناعية عصرية. أحسنتم، الحقيبة اليدوية تندرج ضمن منتوجات صناعية تقليدية، الطاجين كذلك يندرج ضمن المنتوجات الصناعية التقليدية، التلفاز في المنتوجات الصناعية العصرية، الهاتف كذلك في المنتوجات الصناعية العصرية، السرج كذلك نجده في المنتوجات الصناعية التقليدية، وأخيراً الثلاجة نجدها في المنتوجات الصناعية العصرية. أحسنتم أعزائي الصغار. دعونا نتذكر ما رأيناه في الدروس السابقة. أين تؤدى صلاة الجمعة؟ طبعاً رأينا في الدروس السابقة أن صلاة الجمعة يجب أن تؤدى في مكان معين. هل نؤديها في المنزل؟ طبعاً لا، صلاة الجمعة تؤدى بالمسجد. وهل أتصرف في المسجد كما يحلو لي؟ هل عند ذهابنا إلى المسجد نقوم بجميع التصرفات الاعتيادية مثل اللعب والضحك وما نقوم به خارج المسجد؟ فكروا جيدا. طبعا لا، علي احترام مجموعة من الآداب. والآن لنبدأ حصتنا الجديدة ولنستمع جيدا لهذا النص. تخطت الغالية بعض المصليات في المسجد لتصلي في الصفوف الأمامية. نبهتها أمها وقالت: لا تفعلي. فقالت: ولماذا يا أمه؟ أوقفوا الفيديو واقرأوا النص جيدا. نعم، من خلال قراءتكم لهذا النص، ما هو العمل الذي قامت به الغالية؟ الغالية قامت بعمل ما، ما هو؟ فكروا جيدا. أحسنتم، الغالية قامت بتخطي بعض المصليات في المسجد. هل العمل الذي قامت به الغالية عمل حسن؟ تخطي بعض المصليات في المسجد، هل هو عمل حسن؟ لا، العمل الذي قامت به الغالية وهو تخطي بعض المصليات في المسجد هو عمل غير حسن، وسنعرف ذلك بعد قليل. لاحظوا معي هذا النص، سأقرأه جيدا. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. حاولوا أن تقرأوا النص قراءة متأنية. لابد أنكم خلال قراءتكم للنص وجدتم بعض المفردات والعبارات الصعبة، سنشرحها معا. ما معنى يتخطى وما معنى آذيت؟ فكروا جيدا. يتخطى المقصود بها يتجاوز، يتخطى الرقاب أي يتجاوز الناس ويتجاوز المصلين. آذيت
جيد، أصبت الآخرين بضرر. الإنسان الذي يتخطى الرقاب ويتخطى المصلين فهو يؤذيهم ويصيبهم بضرر. أحسنتم. من خلال النص الذي قرأناه آنفا، ما الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يتخطى المصلين؟ ماذا طلب منه؟ أحسنتم، لقد طلب منه أن يجلس، طلب منه أن يجلس في المكان الذي هو فيه ولا يتخطى المصلين. ولكن لماذا طلب منه ذلك؟ لماذا طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس مكانه؟ نعم، لأنه يتسبب في إيذاء المصلين. إن الرجل بمروره وتخطيه للمصلين فهو يؤذيهم. والآن أبناء التلاميذ، نتعاون معا من أجل إعداد خلاصة نلتزم بها في حصتنا هذه. إذن درسنا حول آداب المسجد، من يعطيني بعض آداب المسجد؟ ممتاز، تقديم الرجل اليمنى عند الدخول. عندما ندخل للمسجد لا بد أن ندخل برجلنا اليمنى. جيد، لا نتخطى رقاب المصلين لكي لا نؤذيهم. ممتاز، صلاة تحية المسجد. أحسنتم، رائع، نلتزم بالهدوء داخل المسجد لكي لا نشوش على المصلين. أحسنتم، وهناك آداب أخرى يمكن أن نبحث